تخرجه مؤسسة الدراسات التقنية وهندسة السلك الحديدية كتير. أخرى المؤسسات سيتي ستي سيني وغيرها عشر. بغية احترام أجل المحرمة إلى كل مسائل المادية الدراسة تم تعبئتها من معدات وآليات وحاجر ومواد التصليح والحصر وكذا نقاط التزويد بالمهنة. أما على صعيد المسائل البشرية فتعتمد المشروع أساسا على العاملة المحلية في البلد التي ستستفيد من فترات تكوينية مدروسة تؤهلها لتولي كل مناصب العمل المفتوحة في مختلف المجالات. أضخم مشروع للسلية الحديدية في تاريخ الجزائر يرافق مشروعا هو الأضخم على صعيد التوطين الصناعي الناجح. استثمارات مهمة سيشكل فيها خط السلك الحديدية حلقة الربط الرئيسية في سلسلة إنتاج الحديد الوسط، بما يضمن نقل الإمدادات الضرورية لمختلف الصناعات الخفيفة منها الثقيلة. هذه الاستراتيجية التي جاءت بها المطار جديدة وخاصة في منطقة الجنوب الغربية.